خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على المرور والطقس في القاهرة ومحافظات الجمهورية. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا ليلى، وصباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، ونبتدي من محافظة القاهرة وبالتحديد من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية وتباطؤ في حركة سير السيارات، وده بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس، وللمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر كمان. شارع رمسيس نفسه بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة، إنما كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية. أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد هو كمان سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات لوسط البلد، في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة. أما كمان المتجه للمؤسسة في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. خلونا نستكمل جولتنا لحد شوارع الجيزة، ونبتدي من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية. الكثافات بتزيد مع ساعات الذروة، كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات، وده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية. وفي كثافات للمتجه من كوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. كمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت فيه كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. اللي جاي من أكتوبر واتجاهه الدائري ما زال الطريق مغلق والاتجاه إجباري عبر نفق حازم حسن، ومنه لمحور 26 يوليو اللي بيشهد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات البسيطة قبل طلعة الدائري. كمان في كثافات مرورية على كوبري 15 مايو للمتجه للمهندسين، والعكس بسبب أعمال التوسعة اللي بتتم في الكوبري دلوقتي. خلونا نروح لمحافظة اسكندرية، في سيولة مرورية عند كوبري ستانلي، لكن في كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. شارع كمان جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. خلونا نكمل جولتنا المرورية ونروح لحد أسوان، ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ ان فيه كثافات مرورية انما بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان في كثافات مرورية تانية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. كده خلصت جولتنا المرورية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كمان في شبورة مائية قد تكون كثيفة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، خصوصاً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كمان في انخفاض في نسب الرطوبة بالليل على أغلب الأنحاء، وهو ده اللي هيزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 35 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43 درجة، إنما أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 30 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.